الركن السادس من أركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر. يعني ركن يا مويشو نيكو كواميني يعني في لبيني الله سبحانه وتعالى أميتو باتيا يعني قدرياكي. الإيمان بالقضاء والقدر يتضمن الإيمان بمراتب أربع، يسمي العلماء مراتب الإيمان بالقضاء والقدر الأربع. يعني ومينيف يعني وجوز ومتوانبيا كما يزيزي نقوانيكا مرايين. الأول العلم، أن تؤمن أن الله عالم كل شيء لا يخفى عليه شيء. يعني كوانزا نكوجوا كوان بالله سبحانه وتعالى نجوا كلا كيتونا هكونا تنيتنا فيتشا. الثاني أن الله سبحانه وتعالى أمر القلم بأن يكتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة، فكل شيء مكتوب. يعني نكوامين كوان بالله سبحانه وتعالى أمي أمري يعني كلامه يعنيك فيلي فيوتي venye vitakuwa na venye vinabakia vitakuwa inshallah na Allah subhanahu wa ta'ala isha andika. نعم. الثالث المشيئة، للعبد مشيئة وإرادة لكن تحت مشيئة الله، فما شاء الله كان وما لم شاء لم يكن. يعني أنت تريد تقول بعد الدرس أذهب إلى السكن، شاء الله تذهب للسكن تذهب، شاء الله أنك لا تذهب والله لا يمكن أن تذهب. نا الله سبحانه وتعالى تقبل فيلي فيني أنا تاكا متكيو ياكو يعني متكيو نا matamanio ya Allah subhanahu wa ta'ala venye anataka ndubi na kuwaga. Yani mtu yani hivyo unaweza ukasema mi nikitoka hapa naenda kulala na haiwezekani hivyo, haitawezekana isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala kitaka, akitaka kwa matamanio yake ndo utalala, na akikataa haiwezekani. Naam. الرابع الخلق، فالعبد مخلوق واعماله مخلوقه كالعباد. Yani ya mwisho ni kuamini kwamba wewe ni yani umeumbwa na vile vyenye unafanya Allah subhanahu wa ta'ala pia ameviumba. Nu'min bi hadhihi al-maratib al-arba'a. Yani tunakubali hizi arba zote hizi. Nuhsin adh-dhan fi Allah subhanahu wa ta'ala, naqul inna Allah subhanahu wa ta'ala ikhtarana bi an nakun min ahli as-sa'adah wa nasluk hadha at-tariq tariq ahli as-sa'adah. يعني ويت لازم وكبالي كون بالله سبحانه وتعالى نا وكوينا يقيني كون بالله سبحانه وتعالى أمتو نيوشا إي نجاية يكو بيتيا إي فيتو فيني كوكوجو كون بنيو ندو نجاية كويوكا ونأتي بالطاعات ونجتنب المحرمات نكوفانيا ميما نكوجي يعني نكوجيلين دنا مباي ولا نسلك طريق الشقاء، نسأل العافية والسلامة والله أعلم. يعني tukaachana na zile njia zenye za watu wabaya na Allah subhanahu wa ta'ala tuwezeshe.